بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في هذا الدرس الجديد الذي سأشرح فيه خاصية البوكس سيزين بعد طلب أحد الإخوة مني شرحها، وهي خاصية موجودة في إصدار CSS3. لها دور مهم رغم أن بعض المصممين يتجاهلون استخدامها، لا أعرف سبب ذلك. نبدأ على بركة الله. أولا نقوم بعمل ديف class container كذا، نعمل نجمة ثم margin 0 padding 0 لنلغي جميع الخصائص التي تمنح المتصفحات افتراضيا. ثم نستدعي class container هكذا، ندع له في الطول width 600 بيكسل، العرض 300 بيكسل، باك جراوند 25 25 25، النتيجة هي النتيجة. بعد ذلك نقوم بوضع div class con 1 هكذا، ثم div اخر نحو لا class con 2 هكذا، ثم container container ثم class con 1 هكذا، نضع له في الطول نصف هذه النسبة هي 300 بيكسل، وفي العرض 300 بيكسل، باك جراوند توماتو هكذا، هناك خطأ هنا في كلاس كونتينر هكذا هكذا. ثم نذهب لا class con 2 نمنحه كذا خصائص css هكذا، ننسخ هكذا، ثم هنا ثم هنا نغير اللون، نضع اللون الرمادي هكذا. نلاحظ هذا الشكل نزل الى الاسفل، سنعالج هذا المشكل. نضع هنا float left هكذا، ثم هنا فلوش نفس كذلك هكذا، تم معالجة المشكل. الآن سنتطرق إلى خاصية البوكس سيزن. نضيف هنا بيدينج بيدينج 5 بيكسل. أولا نضع inspection element قبل إضافة البيدينج لنرى، كما نلاحظ هنا أن حجم هذا الديف 300 بيكسل في 300 بيكسل،
لأن بعد إضافة البيدينج بيدينج هكذا 5 بكسل، نعمل ريفريش، نلاحظ أن التصميم تشوه بالكامل هكذا. ثم نرى حجم كم أصبح 310 بكسل في 310 بكسل، بحيث تم إضافة 5 بكسل من الأسفل ومن الأعلى ومن اليمين ومن اليسار. لهذا تم وضع خاصية اسمها البوكس سيزن لحل هذا المشكل. نضيفه هنا لتضاف إلى جميع الرسوم هكذا، بوكس سيزن بوردر بوكس هكذا. ثم ترميز الويب كيت هكذا، ثم الموز لا، ثم الأوبرا. نلاحظ بعد عمل التحديث سيتم حل المشكلة، ونرى تم إعادة الحجم الطبيعي 300 بكسل في 300 بكسل، والبيدينغ هو الذي بالبرتقالي. ها هو هنا نغير لون هذه الخلفية لإشارة النتيجة. أريد ها هو هنا البيدينغ بالبرتقالي. نعود إلى الشكل الثاني هكذا، ثم نضيف كذلك بوردر، نضعه في 10 بكسل، سوليد يلو هكذا. نلاحظ تم إضافة البوردر بدون تأثير على الشكل أو تشويهه. نوضح ذلك هكذا، نلغي خاصية البوكس سيزن هكذا، ثم هكذا. نلاحظ تم تشويه الشكل، كما تلاحظون تم تشويه الشكل هكذا. الآن نعود إلى انسبكت إليمنت، ثم نعمل ريفرش لتعود الخاصية. نلاحظ تم معالجة المشكل. هذا هو دور خاصية البوكس سيزن. إلى هنا ينتهي الدرس، دمتم بود ونلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله. أسألكم صالح الدعاء يا أصدقائي.